نبدأ أخبارنا مع النادي الأهلي، وقررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا، وليه اختصاصات مدير الكرة وكمان مشرف على إدارة السكاوتينج وإدارة التعاقدات لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل. قدم الكابتن محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط ليتفرغ لمهمته الجديدة مع الفريق، وقدمت اللجنة الشكر للكابتن سامي قمصان في عمله بمنصب مدير الكرة على أن تفرغ في مهمته الفنية كمدرب عام مع مستر مارسيل كولر في الفترة اللي جاية. بيعود عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي للمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق بالماتشات اللي جاية، حيث بيدفع به مستر مارسيل كولر في الجبهة اليمنى بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وهي الإصابة اللي تعرض ليها خلال مباراة السوبر الأفريقي. واستقر الجهاز الفني على تجهيز عمر للمشاركة أساسي في الفترة اللي جاية وتدعيم صفوف الفريق. استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على خوض أكثر من مباراة ودية بعد انتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي، وده من أجل تجهيز اللعيبة بشكل جيد للمشاركات اللي جاية بيجي في مقدمتها السوبر المصري ثم مباراة العين الإماراتي في بطولة انتركونتيننتال. بينوي الجهاز الفني للنادي الأهلي تجهيز الصفقات الجديدة في تلك الوديات، حيث أنه لم تأتي الفرصة ليهم الكاملة للاندماج مع بقية اللعيبة في الماتشات الرسمية زي يوسف أيمن وأشرف داري وكمان عمر الساعي. اكتشف بطولة السوبر المصري مشاركة بيراميدز بطل كاس مصر وسيراميكا كيلوباترا بطل كاس الرابطة بالإضافة لنادي الزمالك.